الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل شرح عقيدة أطراب القصائد في أسنى المقاصد في علم رسم المصاحف. وكنا وصلنا إلى هذا الباب الذي هو بعنوان باب في ما وإن ما وإن ما، من بيت رقم 248. قال رحمه الله: فيما فعلنا اقطع الثاني ليبلوكم فيما معا ثم فيما أوحي اقتفرا. يعني هو هنا يقول الناظم رحمه الله قال فيما، فيما يعني كلمة في وبعدها ما، قطعت في 11 موضعا في القرآن الكريم تقريبا، يعني يقصد هي موصورة في القرآن باستثناء 11 موضعا في القرآن. فيما فعلنا قطع الثاني، يبقى عندنا موضعين في سورة البقرة. الموضع الأول في أول البقرة قوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، هذا موصول. إذا نظرنا في هذه الآية نجد هذه موصولة، فيما فعلنا، فيما جاءت الفاء والياء والميم يعني إيه معها في نفس الكلمة، موصول. الموضع الثاني في آخر الربع قوله تعالى: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، وهذا هو المقطوع. ليبلوكم يقصد الموضع الذي في سورة المائدة قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم، هذا أيضا مقطوع. وتوجد في موضع آخر ليبلوكم في سورة الأنعام قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم، فهنا أيضا إيه مقطوع. ثم فيما أوحي اقتفر يقصد الموضع الذي في سورة الأنعام قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، وأيضا هنا مقطوع. فكل هذه المواضع تحدثنا فيها عن المقطوع. وقال بعده: في النور والأنبياء وتحت صاد معا، وفي إذا وقعت والروم والشعرة. في النور يقصد قوله تعالى في سورة النور: لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. الأنبياء يقصد قوله تعالى: لا يسمعون حسيسها وفي وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. تحت صاد يقصد السورة التي تحت صاد وهي سورة الزمر قوله تعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وفي سورة الزمر في قوله تعالى: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يبقى هذا معنى وتحت صاد معا، يقصد الموضعين في سورة الزمر. وفي إذا وقعت يقصد في سورة الواقعة قوله تعالى: على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. والرومي في سورة الروم قوله تعالى: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. والشعراء قوله تعالى: أتتركون فيما هاهنا آمنين. فبهذا يكون عندنا 11 موضعا مقطوع فيها عن ما، مقطوع فيها إيه؟ في عن ما، في عن ما. ثم قال: وفي سوى الشعر بالوصل بعضهم، وإنما توعدون الأول اعتمر. يقول إن هناك البعض لم يقطع إلا حرف الشعراء الذي هو أتتركون فيما هاهنا آمنين، ويصل جميع ما في القرآن، ولكن الصحيح هو المذكور وهو الذي رسم، الذي في رسم المصاحف. وإنما توعدون الأول اعتمر. إنما قطعت في موضع واحد في القرآن في سورة الأنعام قوله تعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين في الأنعام، وتعتبر في الترتيب هي الأولى في سورة الأنعام، وهي التي قطعت، والباقي كله موصول. هذا هو الباب.